فخامة رئيس الجمهورية يلتقي بمدينة أمجرس بالمدير العام للبنك العربي من أجل التنمية الاقتصادية بإفريقيا، وذلك لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز التعاون بين تشاد والبنك في المجالات كافة. وزير التعليم العالي والبحث العلمي يلتقي بأعضاء المكتب الوطني للطلاب التشادين المنتهية ولايته، وذلك بهدف التجهيز لعقد جمعية عمومية يتم بموجبها تكوين مكتب جديد للطلاب. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية التشادية. التقى اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بمدينة أمجرس حضرة نادي الشرق بالمدير العام للبنك العربي من أجل التنمية الاقتصادية بإفريقيا، وقد ناقش الطرفان مختلف أوجه التعاون بين البنك والبلاد وسبل تعزيزها، وكذا حشد الموارد المالية لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية. رشاد حسن طه. تفعيل الشراكة واطلاع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على تقدم العمل حول حشد الدعم المالي الذي تعهدت به الدول العربية في دعم الخطط الوطنية للتنمية بتشاد، هو الهدف من مجيء المدير العام للبنك العربي من أجل التنمية الاقتصادية بأفريقيا سيدي والطاحة إلى مدينة أمجرس حاضرة إقليم نادي الشرق. رافق المدير العام وزير الدولة الوزير الأمين العام برئاسة الجمهورية ووزيري المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط التنموي. المقابلة سمحت للمدير العام التباحث مع فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو عن أهم المواضيع ذات العلاقة بالدعم والتمويل، خاصة مشاريع التنمية ودراستها، والرامية إلى رصف وبناء الطرق التي تربط أبشا أبو جلين أدري وحتى الحدود السودانية، والذي يعتبر هذا الطريق طريقا استراتيجيا أمنيا واقتصاديا. فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أثنى على الجهود التي يبذلها البنك العربي في مساعدة تشاد وتطوير الشراكة بينهما. المدير العام للبنك العربي من أجل التنمية الاقتصادية بإفريقيا قال إن مؤسسته تدعم تشاد وتدعوها إلى العمل مع الصندوق النقد الدولي من أجل تنفيذ التمويل لدعم الخطة الوطنية للتنمية، وأكد بأن علاقة البنك مع تشاد وطيدة ومتميزة. تعتبر العلاقة بين تشاد وبدأ علاقة استراتيجية ومتميزة جدا، والمصرف العربي بدأ سعيد بأن يكون شريك لجمهورية تشاد في خطة التنمية الجديدة التي يجري تنفيذها، والمصرف العربي لن يدخر أي جهد من أجل تعبئة كل الموارد وكل الطاقات من أجل نجاح تنفيذ خطة التنمية تشاد. ويعتبر البنك العربي من أجل التنمية بإفريقيا شريك لتشاد، ويسعى لدعم البلاد ماليا وفنيا، كما ويسعى لتحقيق التزاماته والتزامات مؤسسات التمويل العربي التي تعهدت بها في مؤتمر الخطة الوطنية للتنمية الذي عقد بباريس العاصمة الفرنسية في سبتمبر من العام الماضي. وعقب اللقاء صرح المدير العام للبنك العربي من أجل التنمية الاقتصادية بإفريقيا بالحديث التالي في ميكروفون الزميل رشاد حسن طه. قد كان لي السعادة والشرف بأن حظيت بمقابلة من فخامة رئيس الجمهورية وكانت فرصة للحديث مع فخامته حول التزامات مؤسسات التمويل العربية، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا بادية وباقي مؤسسات التمويل العربية، وقد قدمت لفخامته حصيلة ما تم حتى الآن بعد مؤتمر باريس والآفاق التي نسعى لتحقيقها خلال الفترة القادمة إن شاء الله، ومن ضمنها تنظيم مؤتمر المستثمرين العرب في تشاد والذي بدأنا التحضير له وبالتنسيق مع الوزارات المختصة، ونتطلع إن شاء الله إلى تنفيذ كامل تعهدات المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وبقية الصناديق العربية. التقى اليوم وزير التعليم العالي والبحث والابتكار البروفيسور زكريا فضل الكتيل بممثلي المكتب الوطني للطلاب التشاديين المنتهي ولايته، وذلك بهدف التجهيز لتكوين مكتب جديد. المناسبة جرت بمباني الوزراء. الحسين النور يوسف. إن المكتب الوطني للطلاب التشاديين هو بمثابة حمزة وصل بين الطلاب وجميع الإدارات المختلفة،
وأنه يسعى إلى تذليل جميع العقبات التي تواجه الطلاب بالإضافة إلى الأنشطة الثقافية المختلفة التي يقوم بها، إلا أن هذا المكتب في الآونة الأخيرة واجه عدة مشاكل وخلافات داخلية، الشيء الذي جعل وزير التعليم العالي البحث والابتكار بالتدخل شخصيا لحل هذه الخلافات. فبعد وضع النقاط على الحروف أكد الوزير كتر أن المؤتمر الذي عبره يكون المكتب الوطني للطلاب التشاديين سينعقد في القريب العاجل. لقيت الشباب ده متقسمين، عندهم بيرو تنين، وبيرو تنين ده ما بدفعهم كامل. أنا كان جبتهم هنا في السالة ده وقلت لهم أنا ما نقدر نخدم مع الناس ما بوافقوا عن بيناتو. أنا خلاص هم كلهم اعترفوا موضوع حسين دي إمداع، كلهم كموضوع اتفقوا خلاص بيرو ده بس حسين لجيتم ده يمشي سي يعطوا برنامج حقا يكون على الكونغرس. ممثلي المكتب الوطني للطلاب التشاديين المنتهي ولايته والذين كلفوا بتنظيم هذه الانتخابات شكروا وزير التعليم العالي البحث والابتكار البروفيسور زكريا فضل كتر على تدخله الشخصي لحل هذه المشكلة، مؤكدين بأنهم انتظروا كثيرا للوصول إلى هذه النقطة، وأنه من المنتظر تنظيم المؤتمر الطلابي لتكوين المكتب الوطني للطلاب التشاديين. في بيان صحفي غادر اليوم وزير البترول والطاقة بوكر ميشيل العاصمة نجمينة متوجها إلى مدينة أبوجا عاصمة نيجيريا، وذلك لحضور الجمعية غير العادية لوزارة منظمة منتجي البترول الإفريقية المعروفة بأبو التي ستنعقد في 11 من الشهر الجاري الملحق. الإعلام محمد أبكر. شهدت وزيرة المرأة والتضامن الوطني وحماية الطفولة جميلة بشر الكاتب الإفطار الجماعي الذي نظمته جمعية العون المباشر، المناسبة جرت بالمركز الصحي رقم 4 الكائن بالدائرة الرابعة بحضور المدير العام للجمعية السيد أحمد بن حمد والمدعوين. آدم حنفي فاضل. جمعية العون المباشر هي جمعية إنسانية خيرية قصدها في الأمة مساعدتها، تستمد دعمها من دولة الكويت هذه المرة وفي شهر رمضان المبارك، حيث قدمت كميات كبيرة من المواد الغذائية تتمثل في كل من الأرز والزيت والسكر. كما استفاد من هذه الخيرات أمهات الأيتام والأرامل بالجمعيات المجتمع المدني إلى جانب الضعفاء والمحتاجين. نحن في هذا البرنامج نتقاسم فرحة إفطار رمضان مع الإخوة الصاديين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلم فرحتان للصائم فرحتان. شخصيا وددت لو أن أحدا منكم لم يأتي إلى هنا، بل نحن الذين نمشي إليه إلى البيت. وددت لو أنني تنقلت بيت بيت أسرة أسرة. وزارة المرأة والطفولة وعلى لسان وزيرتها شكرت القائمين ببرنامج جمعية العون المباشر على ما قدمتها الجمعية تجاه الضعفاء. نحن هنا اليوم بسداد توزيع أكياس رمضانية مكونة من إفطارات جافة مقدمة من جمعية العون المباشر للجمعيات والأرامل والأيتام والمعاقين وبعض الشرائح الضعيفة، وأرجو من الإخوة القائمين بالتوزيع أن يقوموا بتوصيل تلك المواد إلى مستحقيها. من جانبها رئيسة اتحاد جمعيات الأرامل ومح الأمية حاجة عائشة جمينة حسين شكرت في حديثها جمعية العون المباشر، مؤكدة أن مثل هذه الوقفة لابد أنها تضع في ميزان حسناتهم، ويشار إلى أن جمعية العون المباشر ستقوم بمثل هذه المبادرات الرمضانية في كل عام. هذه هي مناسبة توزيع السلات الغذائية. وفي نفس الإطار وبدعم من سفارة الإمارات العربية المتحدة، قام اتحاد الجمعيات النسائية نظم إفطارا جماعيا مساء أمس بمقره الكائن بحارة الدنبي بالدائرة السابعة. رمات جبرين أنجل. أخذت عملية تنظيم هذا الإفطار شكلا مقايرا عن التنظيمات السابقة التي تقوم بها سفارة الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع مؤسسة زايد بن سلمان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والتي جاءت هذه المرة المساعدات الرمضانية المقدمة لصالح أعضاء اتحاد الجمعيات النسائية الناطقة باللغة العربية. كانت بداية هذه الأعمال بقراءة القرآن الكريم، والتي تمت بمشاركة كبيرة من هؤلاء النسوة الحاضرات.
أمينة الاتصال والإعلام بدورها لم تتأخر طويلا بالإشادة للخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات الإماراتية بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني. تستثير دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الدعم المتواصل للإفطار شهر رمضان المبارك لمركز الاتحاد الجمعيات النسائية التشادية الناطقة باللغة العربية. نتمنى له دوام الصحة والعافية وأن يضع ما أنفقه في ميزان حسناته يوم الجزاء. وخلصت هذه المناسبة بتقديم مائدة رمضانية لجميع المشاركات التي ضمت مختلف الشرائع الاجتماعية. وفي سياق منفصل، أعلن اليوم المدير العام لوزارة العدل الانطلاق الرسمي لفعاليات المسابقة الدولية للعباقرة الناشئين. كان ذلك بحضور المنسق العام النائب لمركز تهيئة الحقوق في تشاد. المناسبة جرت بمركز الدراسات والتدريب من أجل التنمية. عايشة أحمد دكي. إن مسألة تمثيل البلاد في المحافل الدولية ورفع سمعتها في المجال القانوني هو الجوهر العام الذي تسعى إليها منظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا أوهادا عبر تنظيم هذه المسابقة الدولية للعباقرة الناشئين والذي تهتم به مركز تهيئة الحقوق في تشاد. فقرات كثيرة تضمنتها مناسبة الانطلاق الرسمية للمسابقة دورة هذا العام 2018. في الكلمة الترهيبية للمنسق النائب لمركز تهيئة الحقوق في تشاد أشار إلى أنهم من خلال هذه المسابقة يسعون إلى تكوين جيل من الشباب الطموحين ومشبعين بالقانون لأجل تسخير حال الصالح العام. وعن نوعية وكيفية إجراء المسابقة تحدث رئيس لجنة التحكيم موضحا طرق اختيار المتسابق الذي يتميز بمستوى عالي وكذا شكل الأسئلة التي تتضمنها المسابقة. بينما كان السؤال عن أهمية هذه المسابقة أجاب عنها المدير العام بوزارة العدل. جينا ليه يعني نشوفوا البسو ونواونهم في القاعدين بسو وقصي كونكورنا بقولوا بسو كونكورنا هني هدر بالسلكشن بشولو وايدين المروغو يمشي ريبريزنتي تشاد من برا وكان برا من مروغو برا هل زعما درابونا تشاد ولا اسوسياسيون داخل ولا شنو اللي نشوفوا درابونا تشاد. أما أولئك الذين شاركوا في الدورات السابقة وكان لهم الحظ في رفع علم البلاد خارجيا قدمت لهم شهادات كما للذين هم في قائمة الانتظار. علما بأن هذه المسابقة تنظم كل عام ويتم اختيار 3 متسابق من بينهم. ما زال مكتب دعم الصحة والبيئة يواصل في حملته التوعوية حول صحة الإنجاب، حيث نظم حملة توعوية بالمركز الصحي بجوزتور لصالح سكان الحارة حول ضرورة مزاولة النساء خاصة الحوامل لمراكز الصحة. هارون أبادة. مكتب دعم الصحة والبيئة باز يسعى إلى نشر الوعي بأهمية صحة الأمومة والطفولة من خلال الحملات التي ينظمها، حيث حطت قافلة باز هذه المرة بالمركز الصحي المنى بحارة جوزتور، وذلك للعب نفس الدور الذي قام به في الحملات السابقة. وقد رحب مندوب حارة جوزتور شايب جدة بضيوفهم وحث النساء على اليقظة ومتابعة النصائح التي تقدم لهن وتوصيلها إلى النساء اللاتي لم يشاركن من أجل تفادي المخاطر التي تتعرض لها المرأة الحامل أثناء الحمل والولادة. وطالب من مكتب باز بتنظيم حملات مكثفة ومماثلة في مواقع أخرى وذلك لتعميم المصلحة. وعقب ذلك قدمت ممثلة مكتب دعم الصحة والبيئة باز زينب دوس نصر شرحا مفصلا عن المراجعة الطبية للمرأة الحامل والفترات التي يجب عليها مراجعة المركز حسب نمو الجنين والتطورات التي تشعر بها طيلة فترة الحمل إلى المرحلة الأخيرة قبل الولادة، كما أن نقل الحامل إلى قسم الولادة بالمستشفى لتضع مولودها ضرورة حتمية وذلك لسلامة الأم والطفل. وأيضا التطعيم المنتظم للطفل حديث الولادة. كل هذه الإجراءات تعتبر عمليات وقائية لتجنب وقوع الأم وطفلها في حالات مرضية، كما أن ذلك يجنب الطفل من مرض سوء التغذية. وبعد تقديم هذه الرسالة الإنسانية النبيلة أجريت مسابقات لمعرفة ما إذا كانت هذه التوعية قد وجدت طريقها إلى أذهان المستفيدات ومدى استعدادهن لتطبيقها فعليا، ووزعت للمشاركات هدايا رمزية وتحفيزية لارتياد المراكز الصحية.
ترأس حاكم إقليم أيوكبي غرب ويدينغ أسي أسوي مناسبة تقديم الغروض الزراعية لموسم 2018 والتي قدمت من قبل الهيئة الوطنية لترقية العمل لصالح 621 مستفيدا بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 112 مليون فرنك سيفا. كان ذلك بحضور رئيس المكتب الفرعي للهيئة بمدينة بالا عمر السوقي السلمي. وقد حث الحاكم والمدير الفرعي للهيئة المستفيدين بضرورة الاستخدام الأمثل للدعم من مع الالتزام بتسديد الغروض في الفترة الزمنية المتفق عليها. شهدت بلدية الدائرة الخامسة مناسبة التوقيع على اتفاقية تعاون بين البلدية والفيدرالية الوطنية لسائقي دراجات الأجرة الكلاندومان حول تحديد أسعار أجرة النقل في حدود الدائرة الخامسة. المناسبة ترأس عمدة الدائرة الخامسة محمد صالح موسى رمات أنجلي. إن التوقيع على هذه الاتفاقية بين بلدية الدائرة الخامسة والفيدرالية الوطنية لأصحاب الدراجات النارية بالدائرة الخامسة تعد من الخطوات الهامة لتنظيم الأمل الميداني التي يقوم بها أصحاب الدراجات النارية. هناك عدة دعوات وشكاوى من جهة المواطنين تتعلق بالقيمة المرتفعة للأجرة وغير المحددة، وعليه أوضح الأمدة بأنهم توصلوا إلى نقطة تفاهم ترضي الطرفين. كان كده خليه نوافق معنا سنة سنديكانا موتو تاكسي أنا سنكي مرسمة بركي نسو تمن مؤين في سنكي مرسمة أنا بكون الترانسفور يكون للشعب أنا سنكي مرسمة مناسب. رئيس الفيدرالية الوطنية من جانبه قام بقراءة القائمة التي تحدد قيمة الأجرة داخل حدود بلدية الدائرة الخامسة. كل من استاسيون أنا سيد فوياج هنا أنا تركنجية هنا لحد سقلة قلنا 50 من رام بوينت دمبي لحد بوترون أنا ديزيام أنا أنجرتا تنبالباي قلنا 50 وفيلوب الكارشي الداخل قلنا الثمن ما بفوت 50. لاحظ أن هذه الخطوة التي أقدم إليها سائقي الدراجات النارية تعتبر خطوة إيجابية يجب تعميمها في باقي بلديات ودوائر عاصمة جمينة لتخفيف الآباء وتذليل صعوبات المواصلات وتسخيرها لصالح المواطنين. شهد اليوم فندق هيلتون فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقده أعضاء اللجنة المنظمة للتجمع الشبابي حول الانطلاقة الرسمية لأنشطة التجمع خلال العام الحالي. تقرير فتحي يوسف وقراءة محمد حسن آدم. خلية شبابية من فئات وتخصصات ورؤى مختلفة انطلقت بأفكار وتطلعات جديدة تهدف إلى تغيير سلوك ومفاهيم الشباب التشادي وتطوير أفكارهم، وذلك عبر تمويل المشروعات الهادفة ودعمهم ماديا وفنيا وخلق فرص العمل عبر التكوين والتدريب المهني. تلك هي بادرة جاءت بها مجموعة من الشباب المتطوعين بهدف المساهمة الفعلية في تنمية البلاد بطرق جديدة ومواكبة مع تطورات التكنولوجيا الحديثة للمعلومات. هذا وقد جاء كل ذلك خلال المؤتمر الصحفي موضحين فيه أن الهدف من هذا التجمع هو إبراز المواهب والقدرات الذاتية ودعم إمكانيات الشباب بأكثر من طريقة، وأن هؤلاء الشباب عازمون على تنظيم قمة شبابية بتاريخ 18 من يونيو وحتى 20 من هذا الشهر لطرح جملة من القضايا التي تخص الشباب والبحث عن الحلول المناسبة لها. هذا وقد وجه الصحفيون مجموعة من الأسئلة والاستفسارات تتعلق بكيفية التعامل مع هذه المجموعة الشبابية، وقام المؤتمرون بالرد على الأسئلة بإجابات متباينة. أقامت رابطة معلمي الخلاوة القرآنية بالدائرة الرابعة احتفالا لتكريم المتفوقين في المسابقة القرآنية التي تنظمها الرابطة في كل عام. المناسبة حضرها ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالدائرة الرابعة. تقرير آدم حسن المكري. تحت شعار قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كرمت رابطة معلمي الخلاوي القرآنية المتسابقين المتفوقين في المسابقة القرآنية التي تنظمها الرابطة لكل عام. وقد تفوق في هذه الدورة 11 16 متسابقا ومتسابقة. رئيس الرابطة عبد الله هارون الرشيد أن المتفوقين في الدورة 11
في هذه المسابقة. إن تعليم القرآن الكريم لا بد أن تكون هناك طرق وإرشادات يقوم بها المعلمين أثناء حفظ الطلاب للقرآن الكريم، كما أن هذه الرابطة أسست من أجل تكاتف المعلمين وترابطهم. ممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالدائرة الرابعة الشيخ محمد خرصة أشاد بالدور الهام الذي تلعبه رابطة معلمي الخلاوي القرآنية في حفظ الإسلام والشريعة الإسلامية. هذا القرآن هو دستور الأمة الذي أخذ بحظ وافر، والذي أحمله فقد أحمل دينه كله. فنحن في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية نؤيد مثل هذه الجهود المباركة، ونشجع كما نحس آباء التلاميذ كذلك على تشجيع المعلمين القائمين على هذا الأمر. هذا وقد شهد الحفل تقديم هدايا تمثلت المصحف الشريف لأولياء الأمور وبعض ممن ساهموا في إنجاح هذه الدورة، وختم الحفل بتوزيع شهادات التفوق للمتسابقين من الجنسين. أطلق أمس عضو جمعية ستانشتاين الأسقف دانيال ساندراس أطلق بداية الأنشطة التي ستقوم بها المنظمة خلال الأيام القادمة. ابتسام عبد الله، مساوى قراءة محمد آدم. تسعى الجمعية المسيحية ستاند إن شاين إلى انطلاق نشاطاتها الثقافية وفقا للخطة المعدة وإنفاذ برامجها التي تشمل في النظافة والصحة البيئية وتوعية المواطنين وتوجيههم استنادا للقوانين المسيحية المأمولة بها. وعلى هذا المنوال فقد ألقى الأسقف دانيال استدراس كلمة شرح فيها بعد الخطة العملية لهذه الجمعية الكنسية، وأشار إلى أن هذه الخطوة مقصدها دعوة المسيحيين وأتباع الكنائس على العمل وفقا للنصوص الإنجيلية. وفيما يتعلق بالجوانب المالية فقد أكد الأسقف أن الجمعية لم تحصل على دعم من الدولة، بل اعتمد كليا للمشاركة أصحاب النوايا الحسنة واشتراكات الأعضاء. وفي الختام دعا رئيس الجمعية الجمهور الكريم على المشاركة في هذه النشاطات لإبراز دور الأتباع الكنائس المسيحية. نظمت أمس مؤسسة فيكتوريا نظمت حفل اختتام نهاية العام الدراسي 2017-2018 بالتعاون مع بلدية الدائرة السادسة بأنجمينة، وذلك بهدف تشجيع الأطفال والتلاميذ على حب المدرسة وكيفية استغلال الإجازة. خلال المناسبة قدمت العديد من الكلمات بدءا بكلمة نائب عمدة الدائرة السادسة أبوبكر خميس الذي شكر فيها مؤسسة فيكتوريا على تنظيم هذه المناسبة، كما شهد الحفل أيضا كلمة رئيسة المؤسسة فيكتوريا كوديباي والتي هنأت فيها التلاميذ بنهاية العام الدراسي وحثتهم على الاستعداد التام لاستقبال العام القادم، كما طلبت من أولياء الأمور التركيز على تربية التلاميذ أثناء فترة الإجازة. قدم أمس رئيس الفيدرالية التشادية لكرة القدم مختار محمود بيانا صحفيا تحدث فيه عن مبادرة الفيدرالية لوضع شاشات كبيرة في الأماكن العامة تسمح للمواطنين مشاهدة مباريات كأس العالم الذي سيبدأ في 14 من الشهر الحالي بروسيا. نستمع إلى جزء من هذا البيان في ميكروفون الزميل عباس أبكر مصطفى. كوب دي موند حاجة مهمة ويفوت في أيام قليلة، وفعلا شباب كثير ما بقدر بشوف، عشان ده أعطينا محلات كثير في هللة يمشي يشوفوا موندل إن شاء الله في محلات. أعطينا في سنتر دي فورماسيون دي جين هنا فرشا و دامبوسكو و باريكوغو و فيست افريكا، دونك اربع محلات فعلا في مجد الهرم ممكن يشوفوا، لكن بالليل ممكن ناس كتير يجوا يشوفوا مدة منبر يفوت ان شاء الله. بالنسبه لعامل ما شاء الله هسه فعلا امن كتير في اللي ده، وحس ذاته كتبنا للوزارة بتاعنا والوزارة أمن عشان يعمون الناس ده بالليل، الناس يشوفوا بال ويفروا، عشان ده بوليس دائما قاعد إن شاء الله في المحلات ده دائما موجودين، شفنا كده موجودين، ولكن إن شاء الله أمن يبقى منفر. دعا رئيس تحالف أنقذوا رياضتنا أبكر دانو دعا المعنيين بالقطاع الرياضي الاهتمام بهذا القطاع خاصة كرة القدم. جاء ذلك في البيان الصحفي الذي قدمه اليوم بدار الصحافة التشادية. نتابع جزء من هذا البيان في ميكروفون زميل محمد حسن جدومر.
هل الهسا جاي يكون في فيدراسيون ده في الدنيا كله كي يوم واحد ما شفنا شغلنا فرا الشامبيونات شامبيونات ذات هسا مدة سنتين شامبيونات ما في ده كله هل شنو يسو قال جروس ما في كان كل شغل الطلبنا ده نقوله هل يوقفوا الكوميتي اكزيكتيف هسا الماشي ده هل يوقفوا وثاني نقوله هل فيفا يرسل جماعة من هناك يجوا يشوفوا شغل الجاي يكون في تشاد ده يشوفوا حال شنو هسا الكره ماشي في تشاد خلي سو اوديت ورا نقولوا خلي اللجنه من فيفا بس تجي هنا تقدم شنو سو شغل رسلنا له شنو القدمو شنو والفضل شنو ما لا شغل ما كان ده كله كي الكوميتي نورماليزاسيون بس يجي يقدمه وبعدين التكست ذاته كي انا فيدراسيون كله كوميتي نورماليزاسيون بس يريفيزي يكون تو تكس اخر شغل الهسا سو انا 10 مليون دولار انا اي شيء دولار كله كي مرغو يخلو مشي لنفس الشيء انا فيفا في الاخير ده الكوميتي دو نورماليزاسيون يجي سي الكسيون الكسيون خلاص يكون تو اكيب اخر جديد واكيب ده داي سي برنامج جاكا انا فوتبول. يعتبر اللاعب كاسمير من ابرز اللاعبين الشادين المحترفين في الخارج وهو يلعب في احدى الفرق الفرنسيه. الزميل عباس بكر مصطفى سلط الضوء على التدريبات التي يقوم بها هذا اللاعب. متابع. باشر المحترف الرياضي التشادي العالمي نينغا كازمير عملية التدريب مع مدربه بعد وصوله إلى البلاد بأربعة أيام بما أنه في عطلة لمدة 5 أسابيع لكنه يمارس التدريب واللياقة البدنية. لكن سيزون آخر نعرف كين سيشغل الشيك آخر و سيزون لا كل لا كلا ما أنا بليسي شاكي وقبلها سلا بليسي لا كسبا بكميو دونك دوكو سنة آخر سنة جاي ده أنا نسي شغل شاكي آخر لأن كنت أدارنا لا شاكي فوق. يأمل مهاجم فريق مونبيلي بأن يتأهل الفريق الوطني لكرة القدم الساو في التصفيات الأمم الإفريقية لكرة القدم. إيكيب ده مات ما في إيكيب ده أنا قاعدين يلا جين دول قاعدين جين دولا كارن قاعدين في سنتر بيقول جين دولا كارن قاعد أبو مم سي كان الشامبيون لكن هذا كان ما عدل كله قالي ما نقدر خلاص الفوتبول لكن أنا ما تمسو دورك كل أنتو قاعدين فورنا أنتو تجين دولا تقول فورنا اللي كبدا يمشي فوق قدام. وأشاد بعض المشجعين بمهارة نينجا. بتون أنتو كوراج عشان هو كله يك فارن عنده كله نو كفارن إن شاء الله إنترناشونال فات في فرنسا كله يبيع فيتير أنا ندرو يعني مرة واحدة ده ندرو مرة واحدة ما أنا هلا نقو مش إلا يوم يعني. نينجا كازمير رياضي محترف يسعى للرقي بمستواه من خلال التمارين التي يمارسها رغم أنه في فترة الإجازة. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة والذي تعهدت من خلال الحكومة لمحاربة التلوث البلاستيكي فقد عد لنا الزميل خليل حسن صالح الورقة التالية حول خطط الحكومة لمحاربة هذه الظاهرة وسلط الضوء على الأوساخ المنتشرة في مدينة أنجمينة. نتابع. ليس من الممكن وصف مدينة تنتشر فيها الأكياس البلاستيكية بالحضارية بحيث أن هذه الأكياس هي المسبب الرئيس لتكدس الأوساخ والنفايات وإنتاج الروائح الكريهة كما أن الأوساخ البلاستيكية تعمل على ركود المياه والتي تصبح مرتعا للبعوض. وإذا ما تمعنا قليلا في أوضاع الشوارع والأزقة التي تحولت بحكم التصرفات اللاوطنية من قبل المواطنين وإهمال الجهات المختصة لبعض واجباتها الإدارية سنجد الأوساخ تتراكم وتتخذ من الشوارع العامة والطرقات موطنا لها رغم الجهود التي قامت بها الحكومة عبر البرامج الخدمية لبلدية أنجمينة المعروفة بأنجمينة نظيف رغم أنها لم تستمر طويلا لتعود حليمة إلى عادتها القديمة. من المفترض البلدية هي التي تقوم بتجميع هذه الأوساخ ولكن البلدية لم تقم بالواجب في حين أن البعض يرى غياب روح الوطنية هو سبب فالقضية مشتركة ولا يمكن إلقاء اللوم لطرف دون غيره. برأيي لا يمكن أن نلوم البلدية فقط لأن المواطنين هم السبب تجد الواحد يأكل في الشارع ويرمي فضلات الطعام دون أن يؤنبه ضميره. وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة فقد أطلق وزير البيئة حملة لمحاربة التلوث البلاستيكي أمر سبقته إليه عمدة بلدية أنجمينة السابقة ماري تيريس التي منعت استخدام وتداول الأكياس البلاستيكية نهائيا في العاصمة أنجمينة خطوة أشاد بها عمد الدوائر
الذين أبدوا استعدادهم لتنفيذ هذا القرار لضمان نظافة العاصمة وخلوها من النفايات. قلنا نهربوا ليلة نهربوا ليلة كيف هنا نفهم ده ليلة ده قاعد نشوفها لا أوينا لازم قاعدين تشوفوا مرسسين في قطره تشكموا ومادة أكثر منهم ده كله كان في يده تلقى منهم تلقانا هذا ماشي فيه وتير يشرب وكا ولا المدة بدون يزول في شهره. ويبقى إلى جانب الإصرار الحكومي نية ورغبة المواطن وتغيير تصرفاته اللامسؤولة للمساهمة في توفير بيئة صالحة يريدها هو لنفسه. باسم الحكومة خرر الحكومة خررت بطان ليدا ما في وأنت 15 يوم في 15 يوم بطان ليدا كي ما نشوف المنجمينة حكومة أنت أمر لنا أننا نستر أننا نقوم القرار ده نفسه. إن هذا القرار الحكومي يتطلب نية صادقة والعمل مع الحكومة وإبراز روح وطنية من أجل تأمين مناخ خال من التلوث والتنبؤ بإنتاج زراعي واعد وخلق أجواء منتظمة خالية من التلوث. هكذا مشاهدي الكرام انتهت الأخبار ونشكركم على المتابعة. إلى اللقاء.